مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. من بعد اختفائها لمدة أيام، عادت نور ستارز لمواقع التواصل الاجتماعي بفيديو سفرتها لدبي من أمريكا، وشاركت بعض ستوريهات أعلنت فيهم أنها متواجدة حاليا بدبي، فشفناها بستوري مع غيث مروان. شو رأيك تيجي تساعديني بما أنه غراضك؟ هذا الفيديو أما نارين بيوتي فرح تغادر دبي بعد أيام، فشاركت هالصورة على إنستغرام وطلبت من المتابعين المساعدة في اختيار الهدايا لعائلتها. أما صفا سرور فشاركت ستوري على إنستغرام يجمعها مع بيسان وأنس الشايب وحتى مو فلوغز، واللي أثار الجدل والحيرة وتساؤل كبير من طرف الناس هو شو كان عم يعمل مو فلوغز معهم، فما سبق وشفناهم بستوري مع بعض. اوكي جايز، مثل ما قلت لكم حياتي اي بي بيسا. طبعا يعني انت بدبي انا بدبي ما نجي حليتي انا تشرفنا اميرة، تشرفت كثير والله صفاء، تشرفنا معرفتك وان شاء الله رح نعمل. اما ريدر فعم بيحضر لمفاجاه جديده فشارك الستوريهات ليحمس متابعينه. وهون نكون وصلنا لنهايه الحلقه، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.